يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم مباراة ودية أمام نظيره الكويتي في 25 من يناير الجاري على ملعب البصرة الدولي على هامش زيارة وفد من اتحاد كأس الخليج لمعاينة وتفقد المدينة الرياضية هناك. وقال وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال بحسب بيان للوزارة: سنستقبل في المدة ما بين 24 و27 من الشهر الجاري وفد اللجنة المشكلة من قبل اتحاد كأس الخليج لتفقد المدينة الرياضية في البصرة التي من المنتظر أن تستضيف خليجي 25 في نهاية العام الجاري. لنتابع التفاصيل. وللمزيد من التفاصيل حول الشأن الرياضي العراقي ينضم معنا الصحفي يوسف فعل مدير الدائرة الإعلامية لاتحاد كرة القدم العراقي. أهلا بك أستاذ يوسف. أهلا وسهلا بجميع مشاهدي قناة زاد وصل. حياك الله يا أهلا بك أستاذ يوسف. خلينا نتحدث أيضا عن المباراة الأخيرة التي ستقام على ملعب البصرة مع المنتخب العراقي ومع نظيره الكويتي اليوم. كيف ترون استعدادات المنتخب العراقي حول هذه المباريات؟ بداية الرحمة والخذول لجميع الشهداء أبناء شعب المدينة سقطوا جراء التشييد الإرهابي الذي طال مدينة بغداد. بصراحة الاستعدادات جارية وعلى قدم وساق لاحتضان هذه المباراة بين الشقيقين السود الرافدين والأزرق الكويتي، لا سيما أن هذه المباراة ستكون بروفة مهمة لإعطاء الضوء الأخضر للعراق بتنظيم خليجي 25. قبل المباراة سيحضر ويتابع عن كثب الوفد الخليجي لمعاينة واستكشاف آخر الاستعدادات لاحتضان خليجي 25. لذلك مع أن المباراة فيها إطار فني يتعدى إلى الإطار الاجتماعي بتوطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين العراقي والكويتي، ولكن ايضا فيه جنبة مهمة تتعلق بان العراق قادر على تنظيم خليجي 25 بعد كثير من المحاولات التي لم تكن ناجحة. اتصور بان الامور الان مهيئة وجاهزة. طيب استاذ يوسف خلينا نتوقف عند هذه النقطة، هنا ستنثار التساؤلات حول هل فعلا اليوم العراق قادر على تنظيم خليجي 25؟ وهل اليوم اصبح العراق جاهز لإقامة الألعاب الكروية على أرضه؟ زميلتي العزيزة، احنا مثل ما نعرف بأن البصرة هي أيقونة النجاح والإبداع في تنظيم المباريات. جودة في الملاعب، أجواء طيبة، جمهور محب وعاشق حد النخاع للمباريات، هناك كل الأمور التنظيمية الإدارية اللوجستية المستعدة والجاهزة بدرجة تفوق حتى النسب المتوقعة من نظام خليجي 25. وأنا أدعو الكل بأن نتجرأ ونطلب بتنظيم بطولات أكثر من خليجي 25، لأن الآن وفرة الملاعب، الفنادق، كل الأمور الآن مهيئة بأن العراق لابد أن يتخطى الحدود المناطقية، يعني القريبة مثل بطولة غرب آسيا نجحت بامتياز نظمها العراق. الآن الملف العراقي يدخل بقوة لاحتضان خليجي 25. علينا أن نفكر ببطولات أقوى، لأن الخبرة الآن التنظيمية زادت، الخبرة في الأمور اللوجستية أصبحت أكثر سعة وبإطار. الآن العمل هناك تعاون وثيق بين وزارة الشباب والهيئة التطبيعية بتوفير جميع مستلزمات النجاح باحتضان الوفد الخليجي ثم مباراة الأشقاء الكويتيين، وكذلك من يعني تقديم الملف. الملف متكامل في كل الأمور وفي نقاط يعني جيدة ورائعة. جميل جدا، يعني الأمور كلها تبشر بخير والأمور كلها تمام حول الجانب الكروي العراقي. دعني أتحدث عن أيضا استعدادات المنتخب العراقي لخوض هذه المباراة ما بين العراق وشقيقه الكويت، وأيضا عن استعداد منتخبنا. يعني المنتخب سيحضر إلى البصرة يوم 23
من أجل الاستعداد. المدرب كتنيتش استدعى اللاعبين، طبعا هي المباراة خارج الأسبوع الدولي، أي يعني من الصعوبة حضور اللاعبين المحترفين العراقيين، وبالتالي هي فرصة للاعبين المحليين من تقديم إمكانياتهم الفنية والبدنية وتطبيق الواجبات التكتيكية من قبل المدرب كتنيتش. كتنيتش الآن أصبحت لديه فكرة واسعة عن مدى قدرة اللاعب العراقي بتطبيق مختلف الأساليب التكتيكية، وبالتالي هو الآن يسير مع المنتخب الوطني بصورة جيدة، وشاهدناه يعني في مباراة الأردن، أوزبكستان، التعادل الأخير مع الإمارات، وبالتالي يعني هو من سيضع التشكيلة النهائية. اللاعبين في أتم الجاهزية، لا توجد إصابات، هناك رغبة بأن هؤلاء اللاعبون الشباب يقدموا عرض جيد ومناسب أمام المنتخب الكويتي في البصرة. المنتخب الكويتي سيحضر بوفد كبير من مختلف الشخصيات المعروفة الكويتية، نجوم الكرة السابقين للمنتخب الكويتي. هناك رغبة كبيرة وجاحة من قبل الأشقاء الكويتيين بالحضور إلى المباراة. كل هذه العوامل تسهم بزيادة ارتفاع المستوى الفني وزيادة منسوب الروحية والتحدي من أجل الفوز، على الرغم من أن المباراة تدخل في الإطار الودي. جميل جدا. يعني سنلاحظ أيضا حضور خليجي رسمي من قبل حتى الصحفيين من أجل تغطية خليجي 25، وبالتالي اليوم هذا هو المباراة العراقية والكويتية، وبالتالي هذا كله هو لصالح الشأن العراقي. يعني عدد كبير من الزملاء الكويتيين المعروفين، رؤساء أقسام في القنوات الفضائية، رؤساء صحف وأقسام رياضية سيحضرون المباراة بين العراق والكويت، وهناك قسم ما زال يتواصل معنا من أجل الوصول، أتحدث عن الجانب الإعلامي والمعلومي، وجه الدعوات لعدد من الشخصيات الإعلامية المعروفة الخليجية، والتواصل مستمر معهم من أجل الحضور. كل هذه الأمور تسهم في عدة قضايا، تعطي دعم قوي للملف تنظيم خليجي 25، وكذلك ترفع من مستوى الفني. رئيس الاتحاد الدولي ما زال تواصل من أجل حضور هذه المباراة، عوامل جيدة والأجواء مناسبة بأن تكون هذه المباراة هي يعني الجسر الذي يوصل للحصول على تنظيم خليجي 25. يعني نعتبر أن هذه المباراة هي الفاصلة بحضور اللجنة التي ستقدم أيضا تفاصيل أكثر عن طبيعة هذه المباراة من أجل استقبال خليجي 25. طبعا هو الوفد الخليجي زيارته ستتزامن مع المباراة، هو حدثه في 25 سيحضر الوفد الخليجي متكون أعضاء من 7 دول، سيطلعون في البداية على ملعب المدينة الرياضية والمرافق اللي تحيط به، وكذلك على ملعب الميناء. وطالبنا الوفد الخليجي كمكتب إعلامي أن نرسل له صور عن الملعب وفيديوهات حديثة لكي تكون مستندات أو أدلة على استمرار العمل والعمل يجري الآن بهذا الاتجاه. ثم سينظر إلى المباراة من الناحية التنظيمية، انسيابية دخول الجمهور إن حصلت الموافقة، كيفية التعامل مع المباراة. مثل ما نعرف بأن هذه المباراة هي تدخل ضمن معايير الاتحاد الآسيوي وضوابطها، وهناك يعني متغيرات أصبحت الآن على المباريات بعد جائحة كورونا ومتطلباته من خلال الفحص، كثير من قضية التباعد الاجتماعي. مثل ما نعرف وتعرفين حضرتك زميلتي العزيزة بأن هذه الأمور أصبحت الآن من متطلبات
نجاح المباريات أقصد قضية التباعد الاجتماعي وتطبيق المعايير الصحية. نعم أكيد. بالنهاية احنا نرحب بدولة الكويت الشقيقة لانضمامها على أرض البصرة من أجل خوض المباراة ما بين المنتخب العراقي والكويتي، وأشكر ضيفي الكريم الذي معنا عبر الهاتف الصحفي يوسف فعل مدير الدائرة الإعلامية لاتحاد كرة القدم العراقية، شكرا لانضمامك معنا في المنصة ولتوضيح هذه القضية. مشاهدينا الأكارم نلتقي معكم بعد هذا الفاصل.